طويل على المعارك في سوريا، إلا أن التحالف الوطني وفور انتهاء اجتماعه الدوري الثلاثاء كشف أن الأزمة السورية الفعلية باتت على الأبواب، وبأن على الأطراف السياسية العراقية التعاطي معها بموقف موحد. الأزمة على الأبواب، ويجب أن يكون للتحالف الوطني بل لكل القوى العراقية موقف موحد في مواجهة ما سيجري في الفترة القادمة في سوريا. وعن الأزمة الداخلية في البلاد، سيما ما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان، يرى قياديون في التحالف الوطني ضرورة الاحتكام إلى الدستور وحل الخلافات بالحوار بعيدا عما أسموها الترقيعات. هناك حقيقة مشاكل لتجاوز الدستور، لكن هناك حقيقة يجب أن يعلم بها الجميع أن هذه المشكلة هي أساسها المشاكل السياسية المتراكمة التي كانت لا تحل وإنما مجرد ترقيعات وقتية. لذلك وجدنا أن الحوار يجب أن يكون هو الفاصل بين هذه الأمور والدستور هو الحاكم. من جهة أخرى، تطرق التحالف الوطني في اجتماعه لمشاكله الداخلية، وأكد المجتمعون أن هناك ورقة إصلاح ستسرع بدورها في اكتمال ترتيب نظامه الداخلي، بما ينعكس إيجابا ليلعب دورا أكبر في مواجهة التحديات الحالية للعملية السياسية على حد قولهم. قرر الاجتماع أن يتم إنهاء موضوع النظام الداخلي وإقراره بشكل نهائي إن شاء الله في الاجتماع القادم، وأيضا أن يستمر الائتلاف في أن لعب دوره الأساسي في تعزيز وضع التحالف الوطني والاستمرار في العمل لمصلحة العراق. إذا كنا ننطلق حول إصلاح حقيقي وصحيح وواقعي، يجب أن يكون الإصلاح من داخل التحالف الوطني. لذلك هناك ورقة ممكن أن يقدمها الائتلاف الوطني لإجراء الإصلاحات داخل هذا التحالف حتى يكون مؤسسة قوية يستطيع أن يواجه كل التحديات الموجودة في واقع العملية السياسية. لكن ما أجمع عليه قياديو التحالف الوطني لم يسهم على ما يبدو في تحقيق اتفاق نهائي بخصوص قوانين الأحزاب ومفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية المطروحة والمختلف عليها في مجلس النواب. نازم محمد، السومرية.